السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة كليكوك، معكم مريم بركات. اليوم سوف أقدم لكم وصفة ريبي منزلي، وهو شراب الرمان معروف يعني في المغرب، وأنا من محبيه يعني خاصة محبي ريبي جميلة، لذا لم يكن لي فرصة أن أعطيكم الوصفة. نحتاج إلى شراب الرمان أو الجرانادين سيرو يعني شراب، ونحتاج إلى اللبن بالدارجة أو الحليب الرائب أو المخيط يعني لتر. نحتاج إلى ياغورت كريمي بنكهة الفراولة، يمكنكم أن تستغنوا عنه يعني لا مشكلة، لكن يضيف قوام جميل ومذاق لريبي. هنا بالدارجة احنا نسمي الحليب الرائب باللبن يعني، وبعض الدول العربية يسمون اللبن يعني هو الحليب. هذا ليس حليب، هذا حليب رائب بالفرنسية البابور أي المخيط. أضفت هنا الياغورت كريمي، يفضل يعني أن يكون كريمي بنكهة الفراولة، وأضيف كأس من شراب الرمان أو الجرانادين. هناك من يكتفي فقط يعني بالشراب وبالحليب الرائب أو اللبن، ونحصل على ريبي يعني شهي جدا، يعني ريبي منزلي بدون أي مواد حافظة، صحي، ونقدمه بالهناء والشفاء. أشكر متابعتكم، لا تنسوا أن تزوروا موقع القناة www.clickcook.com، سوف تجدون وصفات أخرى، وأن تضغطوا على زر لايك إذا أعجبكم الفيديو، وأن تشتركوا في القناة بالضغط على زر الاشتراك. أشكر متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.